للأسف الشديد هناك تأخر أساسا لدى الاتحاد الأوروبي في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية. هذا التأخر أدى إلى عدم النظر للانتهاكات الشديدة التي تمارس في اليمن، وأنها مخالفة بالفعل للمعايير الدولية، وأنها مقاربة للأفعال التي تقوم بها الميليشيات التي ذكرتها كداعش أو القاعدة أو غيرها. الحوثيين جماعة ميليشياوية، وهذا التصنيف لم يجعل الدول الأوروبية حتى الآن تصنفها جميعها كجماعات إرهابية. صحيح تم في مؤخرا بعض التحرك الإيجابي بهذا الخصوص، ولكن لحد الآن لا يزال المجتمع الدولي يسمح على سبيل المثال لإيران أن تتعامل في اليمن كورقة مفاوضات. يسمح لإيران أن تجعل من الملف الحقوقي اليمني كورقة مفاوضات في سبيل مصالحها. الأوروبيون ما زالوا يسمحون لإيران بممارسة هذه اللعبة. أعتقد أنه للحد من هذه الانتهاكات يجب تطبيق عقوبات صارمة، ليس على الحوثيين لوحدهم، نحن لا نتكلم عن تطبيق عقوبات صارمة على ميليشيات، بل على داعميهم في الأساس في إيران، على النظام الإيراني ذاته، لأنه إذا أمن المجرم من العقاب فسوف يرتكب المزيد من الجرائم. لذلك عندما يتم فرض العقوبات على إيران سيحد ذلك بالتأكيد من حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان. يعني وهذه ترتبط بمصالح كبرى، ويعني الوصول إليها صعب. خلال فترة نشاطكم، خاصة أنت في جنيف، لا يمر أسبوع ولا يمر شهر إلا هناك انتهاك. كيف يتم نقل هذه الانتهاكات إلى أروقة هذه المنظمات الدولية؟ نحن لدينا تواصل دائم مع المقررين الخواص و فرق العمل التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك مع المفوضية ذاتها، بالإضافة إلى مع البعثات الدبلوماسية المتواجدة في جنيف. يتم بالتأكيد رفع كثير من هذه الشكاوي إلى المقررين الخواص، ويتم إجراء بعض التحقيقات بشأنها في بعض هذه القضايا التي تستكمل الشروط الواجب توافرها في هذه الشكاوى. ولكن للأسف الشديد، بالرغم من تضمين بعض هذه الشكاوى حتى في تقارير المقررين الخواص، وهذه التقارير ترفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد لا يزال كما قلت لك أن مجلس حقوق الإنسان في الأساس هو مجلس حكوماتي، بمعنى أن الحكومات هي من تتخذ فيها القرار. صحيح نحن دورنا كمنظمات مجتمع مدني وكمنظمات غير حكومية محاولة التأثير على هذه الدول من خلال الفعاليات التي نقيمها أثناء انعقاد المجلس وفي أروقة المجلس ذاته، ولكن تنظر هذه الدول دائما إلى أي قرارات يمكن أن يتخذها المجلس من ناحية المصلحة، ما هي مصلحتها في إصدار هذا القرار، وبالتالي تتعامل مع القرارات وفق مصالحها. أستاذ هاني الأسودي، رئيس مركز حقي لدعم حقوق الإنسان والحريات في جنيف، شكرا جزيلا لك.